أثابكم الله. هذه رسالة لم يذكر صاحبها اسمه ولم يرمز له. يقول: أنا رجل مؤمن كتب كذا في سن 40، ومنذ صغري وأنا أحافظ على صلاتي وعلى شعائر ديني بقدر استطاعتي، ولكني أعترف أن نفسي شريرة ودائما توسوس لي بأمور وأفكار غير طيبة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل سأحاسب على وسوسة نفسي بهذه الأمور؟ وكيف أتغلب على نفسي وأنتصر عليها حتى لا أقع في محذور؟ أحمد الله عز وجل أن هداك للإيمان. وأما وساوس الشيطان فلا تلتفت إليها، واستعذ بالله منها، واستمر على العمل الصالح، وابتعد عن المعاصي، وأنت على خير إن شاء الله، ولا يضرك تضرك هذه الوساوس إذا لم تلتفت إليها ولم تهتم بها، واستعذت بالله من الشيطان الذي يجيئك بهذه الوساوس. ما قولكم شيخ في قولها: أنا رجل مؤمن في سن 40؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، الحمد لله. إنما البحث لو قال: أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، هل يجوز الاستثناء أو لا؟ نعم. يقول في قولكم أنه يدفع الوسوسة، يقول بعض علماء النفس الغربيين أن أحدا لا يستطيع أن يدفع التفكير عن نفسه، هل من البيان؟ هذا كلام من لا يؤمن بالله عز وجل. الإنسان يستطيع أن يدفع التفكير السيء عن نفسه بالاستعاذة بالله والإقبال على الله عز وجل والإكثار من ذكر الله، يستطيع بفعل الأسباب، يستطيع بفعل الأسباب الواقية. نعم.